افتتح بداية هذا الأسبوع بحي بنستي بمدينة برشيدة قرب مقر شركة كياف كار الخاصة بكراء السيارات، مركز التجميل سميرة شانيل المتخصص في مواد التجميل الطبيعية. ومن بين المنتجات المعروضة داخل متجر سميرة شانيل نجد كذلك مختلف أنواع الكريمات بأشكالها المتعددة وبعض الزيوت الأساسية للتدليك مع كل مستلزماته من صابون بلدي وصابون طبيعي منسم بالزيوت الطبيعية الخالي من المواد الكيميائية. مرحبا بكم، مرحبا بالناس كاملين اللي حضروا اليوم الافتتاح ديال المركز ديال سميرة شانيل الخاص بالمنتوجات الطبيعية لتجميل المرأة المغربية. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بالصحافة ديال برشيد نيوز، وكذلك مرحبا بالناس اللي شرفوني اليوم الساكنة ديال برشيد، كنقول لكم مرحبا بكم. هذا المركز هذا حليته يعني للنساء لي برودوي اللي هما طبيعيين 100%، شي حاجة اللي مسيت بها المرأة المغربية لأنها كتعاني من لي برودوي شيميك. أنا مشيت لشي حاجة اللي طبيعية 100% ديال الشعر، شي حاجة ديال الوجه، شي حاجة يعني ديال الجسم كامل، شي حاجة اللي طبيعية. ومرحبا بكم كاملين، والمركز راه في تيسير جوج، ويعني ماشي أنا أول مرة غادي، الحمد لله راه كنخدم في العالم الافتراضي في اليوتيوب بالحكم عندي قناة سميرة شانيل المعروفة يعني في اليوتيوب. واليوم الحمد لله لا سهل الله ودرت المحل ديالي. كنقول لكم مرحبا بكم، اللي باغا تجي تقدا شي حاجه مرحبا، وكذلك الناس اللي كيبغيو عبر الانترنت راه التواصل عبر الواتساب عبر الرقم اللي اسفل الفيديو. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ودمتم بخير، وكنتمنى اننا نكون عند حسن الظن ديالكم. وسميره شانيل اكيد كتقول للنساء كاملين ديال المغرب مرحبا بكم، اللي خاصه شي برودوي راه منتوجات طبيعيه، ما عندكم يعني مناش تخافوا، الحمد لله شي حاجه اللي مزيانه 100% للتجميل كذلك، والتوصيرات تيكون داخل المغرب وخارج المغرب كذلك. الناس اللي خاصهم شي حاجه مرحبا بكم. فللمزيد من المعلومات يرجى زياره مركز التجميل سميرة شانيل بحي بنستي بمدينه برشيد، او الاتصال بالرقم الهاتفي والبيانات الظاهره.